من احمد فتحي وجده لهال سيتي ومحمد ابو تريكه طبعا لبنياس الاماراتي. هو طبعا من لجنه الكره في النادي الاهلي واعتقد يعني في البدايه ان الكابتن حسام ما كانش موافق على السفر. هو الموضوع مادي اكثر منه من هو مادي طبعا يعني. لان يمكن كان في اقاويل كتير جدا ان الدوري لن يبدا ودي كانت مشكله. الثلاث لعيبه عندهم ست شهور فقط لغير النادي الاهلي يلعب مباراتين اللي هي مباراتين في الدور 32 بالنسبه لدوري ابطال افريقيا بعد كده يلعب دور المجموعات في شهر 7 عشان كده اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يرجع لعيبه ثانيه. احتراف احمد فتحي وناجي جده في هال سيتي انا شايف ان خطوه ممتازه خطوه من اكثر ما يمكن رائعه. اتمنى ان احمد فتحي كمان عدم العوده لمصر لو طول لانه كان قاعد في شيفيلد وكان ممكن يبقى احسن من كده. اعتقد رحيل ناجي جده لان الاهلي برضه تعاقد مع احمد عبد الظاهر يعني ولكن جده من اللاعبين الممتازين جدا بس احمد عبد الظاهر من اللعيبه اللي ممكن يفيدوا النادي الاهلي. محمد ابو تريكه انا اعتقد ان فيها حته نوع من انواع التكريم لنجم كبير اعطى كتير جدا النادي الاهلي في فتره صغيره مع صحيح. فريق كبير زي فريق بنياس. نعم. نشاهد هذا الكليب الصغير ونعود مره اخرى مع الكابتن خالد بيومي ابقوا معنا. من نجوم كره القدم في النادي الاهلي يلعب اكثر في مركز يلعب كظهير ايمن يلعب كجناح ايمن ممكن يلعب كهاف ديفندر واحد من النجوم التي يعول عليهم اخيرا الكابتن حسام البدري في الفتره الاخيره في النادي الاهلي. وطبعا احمد من اللعيبه اللي ما لهاش بدلاء كثيره جدا في مكانه لان لعيب بيلعب في اربع خمس مراكز انا اعتقد ان ده ممتاز جدا بالنسبه للعيب زي احمد فتحي. طبعا احمد المحمدي بيلعب باك رايت هناك وبيلعب في وسط ملعب ايمن ممكن احمد فتحي يلعب نفس المكان بس انا في اعتقاد ان احمد يلعب ارتكاز في فريق هال سيتي مع محمد ناجي جدو كمان احمد المحمدي يمكن الفرقه الوحيده في انجلترا اللي فيها ثلاث لعيبه مصريين اتمنى يكونوا الاداء على مستوى كبير الواجهه تكون ممتازه تحسين وتغيير صوره اللاعبين المحترفين المصريين على الساحه الاوروبيه ده ممكن يكون من احمد ابو حماده واحمد فتحي ومحمد ناجي جدو عشان كده اتمنى لاحمد التوفيق يمكن انا قلت لك اتمنى له كمان انه يستمر احمد لديه الكثير من افضل اللعيبه الموجوده في مصر من افضل اللعيبه الموجودين على الساحه الافريقيه من افضل اللعيبه العربيه يعني اتمنى ان احمد يكون عنده تركيز بنسبه 100% يقدر يطور من نفسه اكتر وينتقل للنادي من الانديه الكبيره. نعم طبعا رحيل جده واحد ايضا من نجوم الكره في النادي الاهلي محمد ابو تريكه كما ذكرت هو تكريم لهذا اللاعب الخلوق لبنياس الاماراتي عار لمده 6 شهور لهذا الفريق عنده مباريات قويه وعنده نجوم قويه ايضا منهم عامر عبد الرحمن متواجد في هذا الفريق فريق بنياس اعتقد انه سيفيد ويستفاد محمد ابو تريكه. نتكلم على جده ولا ابو تريكه الاول؟ نتكلم على جده الاول. هو جده طبعا من اللعيبه يمكن في فتره اللي هي فتره توقف النشاط الرياضي جده كان من افضل اللعيبه اللي عندهم ثبات في المستوى بالنسبه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، اعتقد من اللعيبه المؤثرين والمهمين جدا اللي كان له دور كبير في وصول النادي الاهلي للفاينل لانه اللاعب كان محافظ على المستوى، يمكن فتره كاس العالم للانديه كان بعيد نسبيا عن المستوى، ولكن اعتقد ان جده من اللعيبه المفيدين الممتازين جدا، صاحب امكانيات ممتازه، بيلعب اذا كان وسط ايسر مهاجم او بيلعب راس حربه، عنده قوه جسمانيه ممكن يفيد ويستفيد كما في الكره الانجليزيه لانه بنيانه الجسماني ممكن يساعده بشكل كبير، اتمنى جده التوفيق وزي ما قلت لاحمد فتحي عدم العوده اتمنى كمان ان جده الفتره الجايه يحترف في نادي اكبر من هال سيتي او يصعد بهال سيتي للدوري الممتاز يكون فتحه خير علينا كلنا كمان كلاعبين مصريين. نعم نشاهد هذا الكليب لهذا اللاعب طبعا الهادي والخلوق محمد ناجي جده نشاهد هذا الكليب. مع باب رادلي في الفترة الجاية بنلعب على كأس العالم بعد خروجنا من كأس أفريقيا وخروجنا كمان من كأس أفريقيا 2012 نعم نشاهد هذا الكليب لهذا اللاعب طبعا محمد أبو تريكة الساحر في الكرة المصرية نشاهد هذا الكليب. محمد أبو تريكة سفراء مصر طبعا في الدول في سكان في إنجلترا أو في الإمارات. عايزين نبارك للاعيبه المصريين كمان في اللاعيبه المصريين كسبوا كاس سلطنه عمان مع نادي الظفار مع كابتن مختار كسبوا الكاس وبينافسوا على الدوري اذا كان هاني سعيد او تمساح مع كابتن مختار فبرضه عايزين نهنيه من خلال البرنامج على البطوله اللي عملوها دي يمكن اول ظهور لكابتن مختار في سلطنه عمان. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا غدا بمشيئه الله الاسبوع الاول من الدوري المصري ينطلق غدا بمشيئه الله سيكون طبعا كابتن عصام عبد الفتاح اعلن من رئيس لجنه الحكام الرئاسيه اعلن الحكام اللي هتدير لقاء غدا بمشيئه الله. هيكون الاهلي وغازي المحله كابتن محمد عباس حكم هيعاونوا كل من ايمن دجيش